ايش قال الدكتور عن وضعيتها؟ قال فاقده ذاكرتها. لا مو للابد. المره اللي جابتها سوين هي؟ طلعت بالصالون تو راحت. طفرت حجر السياره وانا طقيتها، يا مصيبه طاحت علي. يا هلا يا هلا استاذ، شلونها من تحفه هاي؟ شلونها؟ هذا المطلوب. عاشوا. هذا الشيء اللي تريده واني تمعطعط. الو، انا وصلت للمستشفى، جيب الورق وتعال. يلا متانيك. شاكر يا ابو عين، دير بالك على جليل، هذا كل شيء ما يقدر يسوي له، يموت من اليوم. روح سوي له اكل حين يمه خوش. دير بالك يا حبيبي. بس سمعت الوالده متخربطه ونازل ضغطها وجايبينها هنا. يا وقلها ما ادري والله. هسه يعني وين راحت ها؟ اي اظن هو هذا الشارع، هذا الولاء الثاني. شو ما قال لي الصدق؟ طبيب شنو قال لك؟ عينه وحياتك قال كل شيء ما بيها. يلا تعال تعال، اركب اركب. شنو تقول؟ انا راح شنو يا شاكر؟ رد شلعه، من شلع؟ من شلع تنشلعه قلبي وياه. الله اكبر، سام ما عندك احساس؟ دير بالك العدو يمك ترى، لا تحوس. قاتل لك بالحشيش تقول انه واوي بس تطلع يرميك. ابنك صاير محارب. وينك وين هالسوالف؟ هلا عود من امتى صايره عزيزه تريد تظل يمها؟ انت شلك هاي؟ تروح هناك احسن يا شباب الواحد. طقت بخشمي ريحه غوزي. غوزي؟
آه. وين كنت؟ دعني وشاني خليني اسوي شغلي. شلون؟ اي مدير. ها يا بنا امسك الجنطه. شنو؟ شلون؟ كم يشبهوني؟ من هذا؟ كم يشبهك؟ امشي امشي امشي، هذا انت وهذا انا. تعال امشي امشي امشي. وين كنت؟ ليش تاخرت؟ كنت ارسم الخطة. ايش ترسم؟ اعتني بمحافظتي. شكرا لك. منير يا حبيبي. حبيبي بيها يا عزيز قلبي. الله بيها عزيز قلبي. حلو حلو. كما قال شنو؟ في الصين. ممكن بالعاصمة كابول. وين؟ العاصمة كابول. كابول بالصين. نعم. حلو حلو. اي قال الحذر عثر. شلون؟ الحذر عثر. أمسية شعرية عديانة انت على الشعر. يا حبيبي كنا في كوريا الشمالية، تحديدا في العاصمة كابول. كابول؟ نعم. يا أخي الكريم، قال الشاعر. شو قال؟ قال سون يانغ وانغ أو أو. نعم. وشن الأو؟ يقول لا تسحقه. حلو. لا تسحقه. لا تسحقه درب الما تعرفه. لا تسحقه. اه هاي لا تسحقه مالت الاو. نعم. حلو. قال اوو انقفلت. حلو حلو. انت تعرف الامثال اما انا؟ لا انت. نعم انا درست في كوريا الشماليه، اما انت يا للهول. قال الهو. امشي 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 يلا. وعدنا شغل ومشي. كوريا الشمالية وكوريا الصينية. قطيع اللحم داف انت. اقول عم اريد اطبخ دياي، وين مخليته؟ بيها صفحة. امتي يما شوي ادور. ايه يما كنت اقول لك اليوم رحت صوب عمك. انا امر بيها اشوفها. رحت يم الممرضة ودك أريد أن أنشفها على وضع عمك. شلونه معلونه؟
السمعين؟ هي سمعت. ايه. وش طرشة؟ اصبر الناس كلها مثلها. يوم رحت شفت فريد مرة موقفة تبكي وتضيم حالها تأكل بروحها. قلت لها خير ان شاء الله زايرة، شنو صاير؟ بعتها هاي تشيلنا ما طالعة من حلقي. هي ذبت روحها بحضني وقامت. صديق ايش قد عمرها كبيرة؟ لا والله قد عمر حافظنا، بس يبين شعب عظيم بالدنيا. ياهو بهالدنيا ما شعب عظيم. ما تشوفين حالتنا؟ العنين قهر. مو زين، لا تحجن هالحكي. قلب وحده تتمنى عشتك. حمدي ربك يمه. ادينا بالنصايح. انت شو؟ اذا عشتي كانت مثل عشتي. شام قلتي؟ ما سمعتك، شنو قلتي؟ هيج هيج. اقول كملي بعدين الصار. ايه ما ساعتين انا وهاي المره دع نسولف نحكي. لا انا ادري هي داعمه بنتي ولا هي تدري انا ام هاله. شوف الدنيا شكد صغيرونا. عجيب. اي والله عجيب. ما شاء الله يده. فيلم هندي هاد. وخش طلعت انخوات. ما قموع. تضحك علي ها؟ هم تربنا برهنا سكت تربنا يا باجو تميرا. ولك بالصين عندهم فرد توله. اي بمشي توله هو بالصين توله. توله بالصين. هسه شو نسوي؟ ماذا تعني بهذا سؤالك؟ اوه دخلنا بالفصحى. هل تظن ان مخي تبن؟ امشي امشي امشي. امشي امشي امشي. للاسف عليك لم كنت اظنك هكذا يا منير يا حبيب. تعال تعال. ايش مالك؟ ما حد الكاميرا. طيب تعال تعال تو يا عين عليك. تعال بالكاميرا. تعال برا. والله سويت جبت لي ورايش. تعال اطلع. اي جبت الاوراق. اطلع. اول الفلوس. طماع ما يتمر بيك شيء. فلوس. وين راح الفلوس؟ ها ما جايب فلوس؟ هيك. الله يداريك. قليله هاي. اطلعين قليله هاي. اطلعين. يلا. ولك اطلع لورج. كاميرا كاميرا. ليشني؟ يلا. خلصت؟ شلون ندش الغرفة؟ هسه لازمنا نروح غرفة الملابس. لون علي عسل. امشي. يا ماجد يا حبيبي انا مخليك هنا يعني معتمد عليك. ارجع القى فراشك مفروش ونايم. انت شفتني انا مستعجل وطالع برا وفكري مشدوخ كان. ليش ما قعدت الزلمه يمشي الليله؟ لا والله رجعت وفكيت الباب وصكيت وسويت ضجه والجماعه نايمين بسابع نومتهم وحتى كانوا يتحلمون. دكتور انا شفت ما قعدت هو ما قعد.
اله الا الله، هذا السند وين صار؟ طار؟ يا سند؟ سند العيادة. مو انت خليته ويا اوراق الوام القرار تاخذه بكمد الحدراني. اي صحيح. اوف. السبب ارتاح تمام. ماجد راح يسامحك لان انت دقيق ومضبوط بشغلك. شكرا. لك يمه. دكتور منير عذرا، تعرف الوالد مريض وانا اروح القسم القلب ان شاء الله، وان شاء الله نشوفك لاحقا ان شاء الله. شكرا لك يا ان شاء الله طبيب منير يا استاذ الكريم. الو الو جابر، اقول لك نزلت طلعت من المستشفى لو بعدك؟ عين انا بالمستشفى. اي راح ادخل على الوالدة ابصمنه. لا لا عين، شوف اطلع انت اطلع. اي اطلع تانيني بالباب، اقول لك اطلع تانيني بالباب. مالك هاي اطلع، مالك هاي اطلع، انا هلي هاي. يلا أديب. ليش تجيس؟ ما شنو قاعد أعزف؟ خليني شوي ألعب. راح أخليك بس بشرط، عندي فرد أغنية أريد أعزف ولحن عليها، أريدك تسمعها وتعطيني رأيك. تمام؟ تمام. قد لمعت عينا بالعزم انتفضت يمنا في هدوء الليل، من هو الصامد المغامر في وجه السيل يبعد عن عينيه الراحة
يتحدى خصما في الساحة. للوالدة أبصمنة يردون يجون خطة وشان هالة. أقول أنا دعم المستشفى شوفوا حاولي صحيح حالي وحدة بعد شوي يرجع. هلب كتكوتي هذا كتكوت جليل هذا خذيته صغير وكبرته هذا كتكوت ما شاء الله صار زلمه لا اقول صار متر اي قد تفتر والله دوختني ايش مالك جليل اي جليل هذا ايش عنده ما ادري بس لا لا تخاف انا ما يخالي لا اخويا عاشت ايدك نعم الله شكرا وايد من اقول لك انت ليش بسع تغضع للوادم انا هو ما غضيت بس شاف هاي السبانه وتراجع يا شنف ما سوى حرام ايوه جماعه هلا 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 بيهم بنها منها هالصوب هالصوب الحراميه شايف اللي صار هسه لك فوق اخوي لك شاكر شايف حسبه الحراميه كلهم شردوا خليك تظلهم لا شكر على الواجب هسه متفضلي خلي اوصلك لا ما زاحمك بس اذا ممكن اتصل من موبايلك ايه تدللي شكرا تفضلي يما وينك انت يما انا برا من الديره طرحت بالسلامة من السجن لا ايه ايه فرد واحد خير كفني وطلعت وينك هسه انت يما الحمد لله والشكر يما الوالد لقيناها المرور مو ماخذها ما بيبقى كانت ادري هسه هسه وينك ودي للعنوان برا من الديرة يما يلا بسرعة ان شاء الله ان شاء الله شكرا ها منير اي اسم ها مثل ما قلت لك يا ابن الحلال شوف نفذ الخطه اي بعد ما باقي شيء بس خذ البصمه يلا ناطرك على السريع دكتور دكتور منا هالصوب نعم دكتور أخوي حالته كلش مو زينة قول اكتب له يا تكتب له تعال هناك حالته خطرة يعني كوني اي اي يلا الحق له بسرعة طيب
ان شاء الله يصير خير. ان شاء الله. انت يا محاولي لا تفكرين باشياء اللي يكدر خاطرك. القلق ما راح يغير شيء. هسه من خاطر بالك يرتاح، اخذي لي شفد نفس عميق لمده 5 ثواني. وياي؟ هاي سوالفك مالات افلام وكتب. يبين عليك وايد تقرا كتابات. اي تدرين انا هواي قرات الكتب، وبالاخص كتب علم النفس، لان انا شغلي بهذا المجال. انا طبيب نفساني. السلامة. الله يسلمك، شكرا. وانت خبريني عنك، عن حياتك. ايه والله زمان، سنين وما عدنا خبر من عندكم، ما ندري بيكم وين ما وين. سولفينا عنك، عن اخوك مهدي، والدك، والدتك. الحساب امس كان. والله زمان. اظن هذا الاتصال الك. الو، سلام يا ام جلي. أنا بالطريق. صاير شي يمه؟ لو صاير شي قل لي عيني. خوش بعد شوية أوصل. إي يمه. في أمان الله. إن شاء الله خير. هاي حياتي. من مصيبة إلى مصيبة. الحمد لله على كل حال. توكلي على الله. لا تصيرين مفكر. هسه ان شاء الله نوصل ونلقى الشرطه، لاقين السياره وكاظين الحراميه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله، الله يكرم. قولي الله يكرم. ليل اقول لك روح ورا ورا الشرطه. وش نسوي يا ظالم؟ خاطر نساعدهم شيء. أمه جاية بالطريق، جريبة. ويا من جاية؟ ما أدري، من نفس الرقم اتصلت. لعد أنا أروح وتظل هنا، خش. شنو حسبالك فيلم؟ أنت شلون تريد تساعدهم؟ شوف أنا هسه مو شايف حرامه من قريب. قلت أشوفهم من قريب وأشوف الشرطة شلون تكذب الحرامية، وش تسوي وياهم؟ هاي يعني نيتي. انت دشيت بالفيلم؟ لا انا رايح بس لحظه انا اشوف هذا. اقول لك جليل شو تسوي انت؟ عاين كل هاي خليها عندك. شنو هاي؟ خاف يصير شيء دافع عن نفسك، مو تظل واقف وهيك ما تحوز. شو تريد تسوي انت؟ ما تقول لي. شوف جليل، انا لو متت دفنوني يا امي وابوي، ولا حد يبكي علي، ولا تلبسون اسود. هالنوب شوف وقل خالتي حق الازه اخذت هليل على قبري، ترى انت بعدك وقدامك مستقبل واريدك تكمل مسيرك. ان شاء الله تصير معروف والله يشهرك، اقول ان شاء الله تصير مشهور. ودير بالك على كتكوت، اريدك تخلي بقلبك. لا تقول هيك شاكر خويا، شو هالحكي هذا؟ يلا انا ماشي. ما اخليك. اي وياك. وين راكو؟ انزل جليل انزل. ما اخليك تمشي وحدك. ما يصير اخذك، انت بعدك عندك ام وقدامك مستقبل. انزل. ما خليك تمشي وحدك شاكر. قولك انزل، انا ارد اواجه الاعداء والاشرار وسوف اقضي عليهم. انزل. انا هم وياك. انزل، ما يصير. انزل. قولك شو وقفت؟ كتكوت عطش وريد له بنزين. والله كان رحت وخبصت ومانه. وانت دائما تخبص. امشي امشي امشي، خلنا نوقف على الطريق، خاف امي تجي وما تشوفنا. امشي يلا امشي.
دكتور منير. بوي بوي بابا. يا حبيبي يا حبيبي عزيز قلبي، ولك كيف الصياخه خل نحطهن على النار. يا يبين ايش قد تستعيل ولك بعد ما بي اصبر مو كتني اليوع راح اكل الفطر خالي وخلصنا. تفضل حبيبي تفضل. نعم الله موتتني. اقول لك سلوم، هم تدري هذا الفطر نفس فوائد اللحم بيه بس ينبت بالقاع من تمطر الدنيا وحيته يطلع. ايه بعد القاح عم تفكر بحال الفغره، افطار وتوله وغيره لا يردن زرع ولا يردن ماي. هم زين يعني لو راد للزرع والماي من زمان كتلنا اليوع. والله دفكنا انت تحط الشاي خلي تسوي لنا شاي جديد. عم ايش قد تشرب شاي؟ ما عندنا شاي. عم تخلينا شاي الساعة شاي الساعة شاي. اقول لك سلوم بس انت راسك ايش كبراته؟ يمتى العرس؟ مو هسه وقتها ولك؟ يلا يلا هم ايدك ولك هم ايدك يلا حوس. انا سكتة يا شغل يا عمل عرس. الله كريم عافي. الله كريم. غرض هربه يلتمن بيا شغل بيا عمل تحوش الشغل هذا. والله كريم بس عباده بخيله. والله انا عيزت من هاي الشغله بعد. ادري بيك شو تقول. انا ادري بيك شو تقول بس هسه خلينا اقول لك سلوم هسه تفرد واحد اذا بروحه بتجوب. الواد بدلوله تعال اطلع ولك قال لهم لا وظيفه البلديه تيجي تطلعني. وايد باين بس فيها ضحكه. انزين. سلام باباتي. هلا عزيزتي. انا على الشغل بابا امريني. ان شاء الله تامريني امر من نجي اجيبها لك شويه. يلا يلا حبيبي. يلا بناتي. مع السلامه. مع السلامه. أقول لك أظن هذا صوت الشرطة. شرطة؟ إي وداحتك. لا أبوي إيش مالك؟ أقول لك والله جايين هناش مالك؟ شلون يا عيال شنو؟ لا تخاف أبوي لا تخاف. أقول لك وداحتك صوت الشرطة. هسه شلون نرجع عودك إحنا؟ سهام سهام هذا مخلص شحن هسه وقتها كل شيء ولا خاطتهم جري. سويت الشغل كله بس ضلت عدي غرفة هالي. وينك منير؟ ليش ما ترد علي هاي الساعة الزمان؟ زينة من قام العليحة الليلة بعيوني. خير عم صاير من الصيحين؟ لو صار بيها خلي الدم للرجال. لعب لو زلمة ضد نفس خمس ثواني. لا اقدر على فراقك لا. انت هالة؟ احترم نفسك منير. هالة عمرها ما تشتم. لا بس حافظ يدري شلون يقول لامه. احنا نطلعكم احنا نطلعكم خبر الولد مرد هنا. امسحي حروف الألم واكتب أمل
وامسح دموع الحزن من الشميع، امسح حروف الألم واكتب أمل، وامسح دموع الحزن من الشميع. صير النبهة ونيب وسط المضيف، علي صوتك انت لازم تنسمع. صير النبهة ونيب وسط المضيف، علي صوتك انت لازم تنسمع. علي صوتك انت لازم تنسمع. اجمع الناس اللي تحبهم لا تضيع، هيبتي السبح الخرس من ينجمع. السما ايش ما غيمت تمطر تريد، جيس نابض القاع بجفوف الامير، جيس نابض القاع بجفوف الامير. الوردة من تسقيها تنطيها حياة، صير موتتها غفور من تنشلع. الوردة من تسقيها تنطيها حياة، صير موتتها غفور من تنشلع. نخلة واقفتها دريس رمز الشموع، شبنه جنخل دايم مرتفع. نخلة واقفتها دريس رمز الشموخ، شبنه جنخل دايم مرتفع، شبنه جنخل دايم.